أهلا وسهلا بالجميع. شكرا. تفضل يا أستاذ توني. دكتور توني تفضل. صباح الخير. شكرا سعادة النديم. كمان رحب فيك أستاذ نعمت. نحن نذكر إنه هذه المرة التالية اللي نلتقي فيها مع فينيكس إنرجي ومع أستاذ نعمت فريم بنقابة المحامين ببيروت. والمرة الأولى كانت كمان بهيدي القاعة من عدة أشهر، كان موضوعها توقيع بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين ببيروت وبين فينيكس إنرجي، وموضوعه إذا هو طبعا في مجموعة من المواد، ولكن في ثلاث أهداف أساسية من وراء توقيع هالبروتوكول. الهدف الأول هو إنه يكون في مساهمة من قبل فينيكس إنرجي بأنه تساعد نقابة المحامين على تنفيذ جزء من مشروع تحويل بيت المحامي إلى مبنى مستدام وأخضر، اللي هو كان مستند لدراسة عملت من قبل نقابة المحامين مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة. ومن ضمن يعني المستلزمات أو المتطلبات لتحويل هالمبنى إلى مبنى مستدام وأخضر وصديق للبيئة هو أنه يكون في جزء من إنتاج الكهرباء فيه تم من خلال الطاقة الشمسية. فالتعاون، الهدف الأول من التعاون مع فينيكس إنرجي كان أنه يساعدوا نقابة المحامين بتنفيذ هيدا الجزء من البروتوكول يلي توقع. الموضوع الثاني هو كان أنه كمان بذات الوقت لازم نعد لتنظيم ورشة عمل أو أكثر بالتعاون مع فينيكس وبين المركز اللبناني لحفظ الطاقة ومصرف لبنان حول نشر الوعي الطاقوي عند المحامين. نحن كلجنة الطاقة من هذه واحدة من الأهداف الأساسية اللي عم نشتغل عليها هو إنه كيف ننشر هالموضوع اللي له علاقة بالوعي الطاقوي بأوساط المحامين، خاصة في ظل التطورات اللي عم يشهدها لبنان بموضوع الطاقة والتنقيب عن النفط والغاز. وهذا الشيء كمان رح نحن بصدد تحضير لأكثر من ندوة بدها تتم بنقابة المحامين مشان ننشر هالوعي ونشرح الحوافز والإعفاءات اللي عم بقدمها مصرف لبنان لكل الراغبين بأنه هن ينفذوا مشاريع إما بمنازلهم أو حتى بمكاتبهم إلى علاقة بإنتاج الطاقة. والأوتكم أو النقطة الثالثة أو الهدف الثالث من البروتوكول اللي مضيناه كان هو أنه وهذا أخذ وقت لتم أنه فينيكس إنرجي تقدر تقدم للمحامين بمنتسبين لنقابة المحامين عرض مغري جدا ومخفض مشان كل المحامين اللي عندهم رغبة بأنهم يستعملوا أو عندهم الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء إما بمكاتبهم أو بمنازلهم بأسعار كتير مخفضة. وهذا الشيء اللي كمان رح نعلن عنه اليوم. فهيدا الاجتماع نحن اليوم رح عم ننفذ من هالنقطتين. النقطة الأولى هي موضوع البي في يلي الإنتاج يلي هو هو الجزء الأول من مرحلة، بس حبينا نعمله هالأهمية مشان تقول نحن صرنا على الطريق الصحيح بسياق تحويل بيت المحامين لبيت أخضر. واثنين موضوع العروض يلي بدنا نقدمها للمحامين كمان هيدا صار جاهز. بيبقى في موضوع الندوات اللي نحن عم نحضرها. أكيد سعادة النائب يعني رح يحكي بكلمته عن شو معنى أنه نقابة المحامين أن تكون هي القدوة والنموذج يعني والمثال الذي يحتذى فيه عندما تبادر إلى تحويل بيت المحامي إلى مبنى أخضر ومستدام. هي عم تعطي القدوة، عم تقول، عم في رسالة عم تروح للمحامين منتسبين الأعضاء أنه نحن هيك بدها تكون صورتنا كنقابة محامين، وهيك بنتمنى أنه يكون كل الأعضاء المنتسبين للنقابة بهيدا السياق وبهيدا المجال. وهيدا الشيء كمان بيندرج مثل ما حكينا بأهداف لجنة الطاقة والمياه بنقابة المحامين يلي عم نجرب قد ما بنقدر أنه نواكب التطورات كلها اللي عم بتصير بهيدا المجال يلي بنعتبره مجال حديث جدا، والمجتمع المحامين إجمالا كان غائب عنه إلى حد ما يعني. فنحن كمان دورنا كلجنة أنه نهيئ المحامين المنتسبين للنقابة للتعامل بشكل أفضل مع المستجدات يلي هي عم بتصير على أكثر من مجال، بمجال استدامة الطاقة وحتى بمجال التنقيب عن النفط والغاز يلي عم بيصير، وأنه كمان نواكب كل المراحل يلي عم تحصل من الناحية القانونية والتشريعية والتنظيمية، وعندنا مجموعة من الأنشطة يلي عم بتصير بهالإطار. فبهالمناسبة أنا بحب أشكر فينيكس إنرجي وبخص كمان مديرها العام أستاذ ربيع أسطى الصديق
على كل الجهود يلي عملها مع فريق العمل مشان قدرنا وصلنا لهيدي المرحلة. أكيد في شكر أساسي لازم نوجه لك أستاذ نعمت لحضرتك ولمجموعة إندفكو على هالمبادرة وعلى هالجهد يلي بذلتوا وعم تستمروا ببذلوا مشان تساعدوا نقابة المحامين. ونحن بندعيكم للمزيد من التعاون مع النقابة لما في خير المحامين والمجتمع. أكيد سعادة النقيب نحن بنشكرك وبنشكر مجلس النقابة على الدعم المستمر لكل الأنشطة يلي عم نقوم فيها وعلى الانفتاح على كل الأفكار والمبادرات. وبترك لك الكلمة. شكراً يا دكتور. صاحبة المبادرة شركة فينيكس إنرجي ومجموعة إندفكو جروب ممثلة برئيسها المهندس نعمت فريم، أهلا وسهلا. زملائي أعضاء المجلس، رئيس وأعضاء لجنة الطاقة والمياه في النقابة، الزميلات والزملاء، الحضور الكريم، وسائل الإعلام، أهلا وسهلا. برزت في العقدين الأخيرين مسألة استهلاك الطاقة كأحد أهم العوامل المؤثرة في الاحترار العالمي، ما حول هذه المسألة إلى قضية عالمية تهم كل دول العالم على السواء. لقد قام ألبرت إينشتاين في إطار نظرية النسبية بدمج مجالي الطاقة والمادة، ما سمح بإمكانية تحول الطاقة إلى مادة والمادة إلى طاقة، وهذا ما توصل إليه في معادلته الشهيرة. والحياة بحد ذاتها هي إحدى نتائج تحولات الطاقة، والطاقة في العالم ثابتة، فهي لا تفنى ولا تستحدث، إنما تتحول من شكل إلى آخر. فالطاقة غير المتجددة نحصل عليها من باطن الأرض، وهي غير متجددة لاستحالة إعادة صنعها، كما ولكونها معرضة للنضوب نتيجة الاستهلاك البشري لها، ومن سلبياتها تسببها في تلوث البيئة، إلى جانب اعتبارها السبب الرئيسي للتغير المناخي ولظاهرة الاحتباس الحراري. والنتيجة لهذه السلبيات، ثمة أبحاث باتت متقدمة غايتها توفير وتطوير مصادر أخرى للطاقة، في حين وعلى عكس الطاقة المتجددة فإن مصادرها طبيعية لا تنضب، وهي تشكل حوالي ربع إجمالي استهلاك الطاقة، وهي تشمل الطاقة الشمسية، ويمكن تحويلها إلى طاقة كهربائية بواسطة الخلايا الشمسية، فهي ساهمت بتزويد العالم بما يقارب 406 جيجا وات قبل 3 أعوام. الطاقة الشمسية تبقى الأساس، ومن أشعتها تنبعث كل الطاقات، وأشعتها أشعة كهرومغناطيسية تختلف كثافتها فوق الأرض على مدى الفصول الأربع. بالمناسبة شركة إندفكو علمتنا شوي بالفيزيك، وقد لا تخلو اليوم عم تعلمنا انت حبيبي، وقد لا تخلو وقد لا تخلو الأبحاث والتقارير العلمية من بعض الأرقام، كالتي أظهرها التقرير الذي تفردت به الصين نشر مؤخرا، وهو يشير إلى أن قطاعي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قد يجذبان استثمارات تصل قيمتها إلى 782 مليار دولار في الفترة ما بين عامي 2016 و2030، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق أهدافها عبر الطاقة المتجددة. إن إيجابيات مصادر الطاقة المتجددة تتمثل في كونها متجددة ولا نهاية لها، مصادرها صديقة للبيئة ولا تنتج أي نوع من الغازات السامة، فهي متاحة في كل مكان وزمان. وكما هو معلوم فإن التقنية المستخدمة في الخلايا الشمسية معروفة بتقنية الحالة الصلبة، فهذه الخلايا تعمل بصمت بدون صوت، وهي تولد تيارا كهربائيا مستمرا بمئات الفولتات. كما وتعتبر ألواح الطاقة الشمسية من أهم المصادر التي يتم التخطيط للاعتماد عليها كمصدر متجدد وبديل لإنتاج الطاقة في الوطن العربي على وجه الخصوص، لتوافر أشعة الشمس بشكل كبير في هذه البقعة من الأرض. إلى ذلك، ونظرا للتلوث الكبير الذي يحصل في معظم أنحاء الأرض ولما له من آثار خطيرة تهدد حياة الإنسان، بدأت الدول المتقدمة بالبحث عن مصادر بديلة للطاقة نظيفة وصديقة للبيئة، في حين يميل بعض السياسيين والمناظرين إلى الحديث عن أن مصادر الطاقة البديلة شديدة التكلفة وغير عملية مقارنة مع غيرها،
إلا أنها في الواقع وعلى عكس ذلك مصدرا رائجا للطاقة، ما جعلها في مقدمة أنواع الطاقة المتجددة في عصرنا الحالي. حضور الكريم، هذا هو لبنان الأخضر، لبنان الذي غنته فيروز ويتغنى به اللبنانيون. قريبا سيتزين بيت المحامي باللون الأخضر بمبادرة خيرة ومشكورة من شركة فينيكس إنرجي ومجموعة إندفكو جروب، ممثلة بالصديق العزيز المهندس نعمت فريم، نتيجة بروتوكول تعاون فيما بينها وبين نقابة المحامين في بيروت، مبادرة ترمز إلى العديد من أواصر اللحمة والتنسيق الطويل الأمد مع المجموعة الكريمة. وما اللون الأخضر العابق كلون الأرز لإنارة مبنى بيت المحامي إلا رؤية جمالية ساطعة ومشهدية سريالية تحاكي هذا الشكل الجديد من الإنارة التي تشبه لبنان. لقد واكبت نقابة المحامين في بيروت ملف الطاقة والمياه منذ أعوام، ولهذه الغاية تم تشكيل لجنة متخصصة من محامين موجودين معنا تحولوا وتولوا الإشراف المباشر على هذا الملف مع أصحاب الشأن في القطاعين العام والخاص. وسبق لهذه اللجنة وللنقابة أن وقعت مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة التابع لوزارة الطاقة على بروتوكول تعاون يهدف إلى تحويل مبنى بيت المحامي إلى مبنى أخضر مستدام وصديق للبيئة. والنتيجة لمساعي لجنة الطاقة والمياه في النقابة والمحادثات التي أجرتها مع شركة فينيكس إنرجي المتخصصة في تصميم وتنفيذ مشاريع عديدة في ميدان مصادر الطاقة المتجددة والحلول الصديقة للبيئة، فقد تكرس هذا البروتوكول مشكلا إطارا فاعلا للتعاون الوثيق بين الشركة وبين نقابة المحامين لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في مبنى بيت المحامي، على أن تتحمل كامل نفقات هذا المشروع بالغا ما بلغت، كما وننوه بما تضمنه هذا التعاون من نشر علوم اقتصاد كما ننوه بما تضمنه هذا التعاون من نشر للوعي بين المحامين وحثهم على اعتماد هذا الحل في مكاتبهم ومنازلهم. ولهذه الغاية وافقت النقابة على أن تقوم صاحبة المبادرة بإعداد تصور حول عروض مخفضة تخصص للمحامين الذين يرغبون باعتماد ألواح الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة، على أن يشمل العرض تقديم كافة المساعدات والمشورات التقنية اللازمة. ختاما، مهما قلت أعجز عن شكر أستاذ نعمت فريم ولمجموعته الكريمة ومستشاري الحاضرين معنا ولكل من ساهم في تحقيق هذا الحدث، وإلى الأمام وبالتوفيق، والسلام عليكم. شكرا. أستاذ نعمت، شرف. حضرة النقيب. حبيبي. حضرتنا. هذا الوقع شو كمان. بعتبره مميز كثير لأنه مهندس بكل معنى الكلمة، أنا بعتبر حيدي مهندس اليوم ببيت المحامي عم نحكي هندسي، وهذا شيء، ومش أنا عم بحكي يا نائب المحامية عم يحكي، هذا شيء ملفت قديش نحن بأيام خير وبركة، لأنه هذا البيت قرر يكون المثل الأعلى والسباق. وهون بدي أشكر خينا توني صحيح على نشاطه وفريق العمل كله بفينيكس، والنقيب يلي كان منفتح على هالفكرة السباقة والخلاقة. هذا نوع بالفعل أنه واحد بيتسأل كيف كان بيت المحامي السباق بين كل النقابات، وهوني أنا رئيس جمعية صناعيين سابق، كنا هوني قبل كتير محلات تاني ونقابات تاني صحيح. فهذا بدل على عزم أنه المحامي في لبنان هو بده يكون حامل المشعل وبكل شيء، مش بس بالقانون. عندما نشوف أنه لبنان بلدنا هالحلو اللي منحبه، هنضيف اللي منعرفه، هالمقدام والخلاق المشهور فيه بالعالم، هالبلد المحترف من سنين، اليوم هو بالقلب، هو بلد المجوى، بلد كله على الشبر وعلى التقريب، ما في بقى احتراف. هذا البلد
اللي صار فيه بشاعة ما بقى شو حلو، كلهم هودي كل واحد منكم أنا بعرف انطفت بقلبه، وكل واحد منكم قرر يغير هذا الواقع. ونحن البلد، مين البلد؟ البلد أنتو أهله. فإذا أنا بعتبر يلي عم نعمله اليوم هو قدوة لكل محامي، تسير كل محامي ببلده وبضيعته ومع جيرانه، هو يلي عم بيقول لا ما لح نقبل لبنان الأخضر يصير أسود، لبنان نظيف يصير مجوي وزبالي، لبنان يلي مشهور كان باحترافه بالعشرينات والثلاثينات والأربعينات والخمسينات، نحن اليوم في آخر سلم من الاحتراف. كلهم هو بتصور اللي عم نعمله اليوم هو فعل إيمان أنه نحن مش قبلانين في هذا الواقع، واللبنانية بيستاهلوا كتير أكتر صحيح. من هالوطن اللي عم نشوفه صحيح. من هيك بدنا نغير، ومن هيك لبنان الأخضر والحلو ونظيف والمحترف بده يرجع، لأنه في ناس مثله. فأنا بدي أشكركم لأنه كنتوا السباقين، ومثل ما بقولوا في كتير ناس تحترجي تمشي بهالمسوار، بس اللي بيمشي أول واحد خلاص للأبد هو أول واحد كان. فإذا نحن بدنا نشكركم لأنكم كنتوا السباقين. أنا بتأمل بهالسنة القادمة أكثرية المحامية يلي رح يتأثروا في هالحدث في بيت الأم، بيت المحامي ومبادرته، يكونوا عم عندهم ببيتهم بمساحتهم عم ينتقلوا إلى الطاقة الخضراء، وعم بيشعوا حوليهم هالفكرة. إذا بدنا نحكي شوي هيك تكنولوجيا شو عم بيصير فيها بالإذن من النقيب، هو ناخذ راحتك أكيد. اليوم فينا نعتبر لأول مرة صارت الطاقة الخضراء مش بس مفيدة للبيئة، صارت كمان رخيصة، وصارت جدول اقتصادية فعالة. صار مش بس قرار للضمير كمان للدماغ. يعني نحن اليوم الطاقة الخضراء عم تضارب مع بالرغم من كل التدني في سعر النفط، الطاقة الخضراء صارت منافسة بكل معنى الكلمة. من هيك لبنان بأسرع وقت لازم يتحول ل 20-30% من قدرته من طلب الإنتاج الطاقة فيه إلى طاقة خضراء. فينا نوصل له إذا بنحسب السدود اللي عم تركب، وإذا بنحسب كمية الطاقة الشمسية يلي فينا نركبها. على فكرة إحنا اليوم وصلنا حوالي بلبنان قربنا على 10 ميجا، كتير قليل نسبيا. لازم نوصل اليوم اليوم إيه 2020 نحن عم نحكي إيه نحن إندفكو وهي 21 لبنان. المطلوب بالأيام القادمة، هلأ أنتم بتعرفوا الدولة اللبنانية عاملة مناقصة لمشاريع 15 ميجاوات 15 ميجا وات، ورقم منيح شي 50 لا ليش يطلعوا 50 ضرب 15 ولا كم يونت 12 مشروع 12 مشروع 12 مشروع. فاذا الله وفقهم ومشيوا وحلت المشاكل القانونيه يلي انتم بتصور كنائبه، انا بدعيكم انه تكونوا عم تواكبوا هذا الحدث وتشوفوا القانون، لانه البي بي اي الباور بيرتشيز اجريمنت تبعه هذا قانون كتير مشروع يعني طويل عريض، لازم نفوضه كحضارة كعلم إلى المحامية في لبنان. بالعالم في ناس اختصاصية شغلتهم بس البي بي اي. أنا عم أقول لكم لليوم في بعض مشاكل بالبي بي اي الموجود المطروح، بشكل أنه البنك الدولي مش قبلين لحد هاللحظة يمول هالمشاريع. ليه؟ لأنه بعد في نوع من كفالات للدفع، مين عم يكفل؟ مين الفريق اللي عم المقبيل له؟ هل هو البنك المركزي والدولة اللبنانية أو هي شركة الكهرباء؟ وشو أنواع الكفالات اللي بتنعطى؟ فإذا حلو تدخلوا على الخط كمان، أنا بدعيكم لتقربوا وجهة النظر بين الأفريقاء تقدروا نقرب هذا المشروع أسرع. فأنا بشكركم على جديد وبقول لكم إن شاء الله هيك على طول بيتكم عامر وبيتكم مضوى بهالطريقة، وبدايتكم هو المثل الأعلى
في كل لبنان وبين كل القطاعات. شكرا. معلش على كلامك القيم، بلد صغير بقول لك حبات لا بالواقع ده. بالحياة في مبدأين أساسية بيمشوا الكون كله. المبدأ الأول إنسان يحافظ على ذاته، والمبدأ الثاني الحفاظ على الجنس البشري. هودي المبدأين مسيرين الكون من أساسه. وبعتقد أنا كل شيء بيصب بمنفعة الإنسان هيدا بيكون عم يخدم الإنسان وعم يمشي بهالمبدأ. موضوع الطاقة اللي نحن فيه اليوم والبي بي اي اللي قلت عنه، هلا بشرح شغلي بسيطة سريعة. موضوع المحامي بحكي باسمي باسم كل زملائي، ما فينا إلا ما نكون على تماس مع شتى المواضيع، أكان الطب أو الهندسة أو الطاقة. ما فيك تعيش بلا محامي. ربما إذا ما كنت لا سمح الله مريض تستغني عن طبيب 20-30 سنة، تستغني عن مهندس إذا ما عندك تعمر أو شيء، بس ما فيك تستغني عن محامي. بدك المحامي بكل تفاصيل حياتك. لذلك نحن كمحامين نفهم شوية هندسة، مش عم ندعي الفهم الكبير، شوية هندسة بالميجاوات. هلا بقول لك بي بي اي ليش فت فيها، لأنه أنا انفولفد بهالموضوع. اليوم الطاقة بيت المحامي ونقابة المحامين نقيب وأعضاء متحمسين لهالفكرة وللتطور والحفاظ على هاللبنان المريدو. بموضوع البي بي اي اللي تفضل فيه الأستاذ نعمت، في عندك مطلوب هني 12 مشروع، في عليهم تقريبا يمكن شي 50 شركة قدموا، أنا وكيل شركتين بيناتهم، مش هيك عم بقول لك إياها، لأنه في عقارات كتير كبيرة للزملاء اللي ما بيعرفوا الموضوع شو عم بيصير. في هلأ استدراج عروض وفي دفتر شروط وفي مناقصة بدها تصير، لتصير الدولة تشتري كهرباء من القطاع الخاص من شركات هي عم بتنتج كهرباء بعدة مناطق بكل المحافظات اللبنانية، وهذا المشروع ماشي. إيه؟ هلا الثغرات القانونيه، الثغرات القانونيه عم بينشغل عليها هيدي، وان شاء الله تتعمم اكثر هيدي، بتصير تفيد خاصه للبيئه. يعني نطلع شوي شوي من قصه المازوت والتلوث. وشاكرينك نحن حبيبي. بس لتاخذوا فكره، انا حكيت بتعرف علاقتي مع الوزير سيزار وعلى الميجا وزير جبران، اصحاب نحن وياهم كثير. بقى حكينا معهم بموضوع الخبرة اللي اكتسبناها نحن من مصر في هذا الموضوع بالذات. نعم. لأنه هذا المشروع مش أول مرة عم نعمل، أكيد بسموه في الفت فيد انترف، يعني نعمل بمصر 2000 ميجاوات، نعمل هالبي بي اي وهالقدي. وشو عملوا؟ عملوا شيء كتير ذكي، ما عطوه للمستثمرين، ما عطوه أول شيء للبنك الدولي وقالوا له شو بدك تيصير هيدا بانكابل يتمول. وبلشوا سنة ونص مفاوضات هني والوورلد بانك شو بدهم يغيروا فيه لا يصير بانكابل. بس صار بانكابل اجوا على المستثمرين وقالوا لهم ليك ما تعذبوا خيي، تشتغلوا هذا المطلوب، بتروحوا بتحكوا مع البنك الدولي بمولكم 60-70%. ساعتها حميوا المستثمر وحلوا المشاكل كلها. تانيهم الفكرة زيتها انه خدوا خيي جيبوا الوورلد بانك وعملوا مفاوضات انتوا والبنك، مش مع الناس، مش معنا، مش مع الناس. ايه هن بلشوا معنا هلا، بس انا رجعنا قلنا لهم شيء مع القطاع الخاص. ايه هلا قلنا لهم يعملوه، ان شاء الله يعملوه. بس انا بنصح انه اذا فيكم تساعدوا انتوا ك، يعني انا بقترح بركب تعملوا ندوي هون، نعمل ندوي مع الوورلد بانك. واذا بدكم انا ببعثكم للناس الاختصاصيه تبع الوورلد بانك درسوا هالملف بمصر لنحسن هالبنكابيليتي تبع هالمشروع 100%. دكتور عيسى بدي لك المشروع، يلا يلا شكرا.